السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح أول ليكتشر في كورس الميكولوجي. يعني إيه ميكولوجي؟ ميكولوجي هو ستادي أوف فانجاي، يعني دراسة الفطريات. أول حاجة تيجي على بالنا هي الفانجاي دي بتكون يوكاريوت ولا بروكاريوت؟ هي هتكون يوكاريوت. طب ليه؟ لأن الجيناتيك ماتيريال بتكون موجودة جوه النيوكليس، وبيكون برضو في عضيات ما بتكونش موجودة في البروكاريوت. زي إيه؟ موجود عندها الفاكيول، موجود عندها ميتوكوندريا، موجود عندها الرايبوسوم، موجود عندها الجورجيا ابريتس، الاندوبلازميك ريتيكولم، عندها سيل ميمبرين والسيل وول. تمام. اما البروكاريوت بيكون بقى عندها الجيناتيك ماتيريال موجوده حره في السيتوبلازم. المنطقه دي بنسميها ايه؟ بنسميها نيوكلويد. تمام. ما بيكونش موجوده ايه يعني بيحط بيها نيوكلاس زي الايوكاريوت. بيكون عندها سيتوبلازم عادي، رايبوسوم، بلازميد، عندها السيل ميمبرين، السيل وول. تمام. تاني حاجة عندنا يعني ايه بيقول لك الفنجاي، او هيتكلم عن بعض الكاركترستكس بتاعت الفنجاي. اول حاجة انها يوكاريوت، وده اللي احنا لسه شارحينه فوق. يعني ايه هي يوكاريوت؟ تاني حاجة هي سبور بيرنج، وده اللي هيودينا الحتة دي. يعني ايه سبور بيرنج؟ يعني هي حاملة للسبور. يعني ايه بقى؟ بيقول لك ان في نوعين من السبور. عندك الاسيكشوال سبور، وده اللي احنا بنسميها بالايه، بالمايتو سبور. يعني ايه؟ بتنتج من الانقسام الميتوزس. تمام. وده بيحصل اثناء ايه؟ اثناء مرحله الاسكشوال ريبرودكشن اللي احنا بنسميها الانامورف. تمام. وفي بقى النوع الثاني من السبور، وده بنسميه ايه؟ السكشوال سبور، اللي احنا بنسميها برضو لا اسم تاني، هو المايو سبور. ليه؟ لان هو بيتكون من الانقسام الميوزس. طيب وده بيحصل اثناء ايه؟ السكشوال ريبرودكشن اللي احنا بنسميها برضو التيلومورف. ثالث حاجه بقى عندنا ان هي بتكون كلوروفايلس. يعني ايه؟ يعني ان هي نون فوتوسينثيتك، يعني هي ما بتقدرش تعمل فوتوسينثيسيس، يعني بناء ضوئي. لذلك احنا بنعتبرها هيتوتروفيك اورجانيزمز. ليه؟ لان هي ما بتقدرش تعمل بناء ضوئي، لانها مش بتمتلك بلاستيدات خضراء. تمام. لذلك هي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد ان هي بتتغذى على كائنات اخرى، عشان كده احنا سميناها هيتروتروفيك. طب ازاي بقى تتغذى على الكائنات الاخرى دي؟ بتضطر ان هي بروديوس اكسترا سيلولار انزيم، هي بتفرز انزيمات خارجه. ليه؟ عشان تكسر المواد العضويه المعقده دي لمواد ابسط شويه علشان تقدر ايه تمتصها. تمام. لذلك هيكون عندنا ثلاث انواع من الفنجاي. عندنا السابروفايتس، ودي اللي هي الترمم، اللي هي بتترمم. يعني مثلا ايه بيكون عندنا مثلا فرع شجره مرمي كده، فهي ايه بتتغذى عليه، هي بتكون مواد ميته فهي بتتغذى عليه. وبتكون الاستفادة هنا من طرف واحد هو الفنجاي، لأن الطرف التاني بيكون ميت. تمام. بيقول لك هنا digest dead organic material، أو تكون parasitis. parasitis يعني تطفل، تطفل على الكائن ده. فإيه يكون في طرف هنا هيكون مستفاد والطرف التاني هيتضر. مين هنا اللي هيستفاد؟ هو الفنجاي، لأنه هيحصل على الغذاء من الهوست. أما اللي هيتضر هو هيكون إيه؟ الهوست. تمام. أو meteolastics، يعني إيه بيكون الاستفادة من الطرفين. يعني الفنجاي هتستفاد والكائن اللي هو بيتطفل عليه هيستفاد برضه. بيقول لك هنا ان كل السبيشيز اللي هتشارك في العملية دي بيكونوا مستفيدين. برضه بيقول لك ايه ان البرايمري كاربوهيدرات ستورج، يعني لما تيجي تخزن الكربوهيدرات بتخزنها في صورة الجلايكوجين. تمام. بيقول لك ان الفانجل سيل، وده اللي احنا كنا لسه شارحينه، بيقول لك ايه ان هو ريجيد سيل وول، يعني بيكون ايه السيل وول بتاعها بيكون صلب جدا، وبيكون موجود فيه ماده الكايتين والجلايكن، وفي برضه المنان. وبيقول لك ان بقى في يعني سبيسيفيك فانجاي بيكون عندها سيلولوز. تمام. هنتكلم برضو ان هي ايه الفنجاي دي بتفضل ان هي تنمو في المويست انفايرومنت. يعني ايه؟ بتكون البيئه اللي هي بتحب تنمو عليها هي بيئه رطبه شويه، وبرضو بتفضل ان هي تنمو في درجات حراره منخفضه، غير البكتيريا بتنمو في درجات حراره شويه عاليه. فبيقول لك ان الرينج بتاعها اللي بتنمو فيه، رينج التمبريتشر، بيكون من سالب 6 الى 50. وبيقول لك اخر نقطه يعني عندنا ان هي بتفضل ان هي بتنمو في الاسيدك بي اتش، يعني اسيديك ميديوم، بيقول من 5 او اقل من كده. لذلك احنا بنلاحظ ان الفنجاي بتستطيع ان هي بتنمو على ايه الفروتس والفيجيتابل. طيب بيقول لك ايه هي الفورمس بتاعت الفنجاي، ايه هي الاشكال اللي بتظهر عليها الفنجاي؟ يا اما بتكون هما شكلين، يا اما بتكون يوني سيلولار يا اما مالتي سيلولار. طب يوني سيلولار يعني ايه؟ يعني في شكل زي واحده، يعني لا هو شكل اليست اللي هو الخميره اللي هو الشكل ده، بتكون عباره عن خليه واحده يوكاريوت. تمام.
المالتي سيلولر بقى بتنقسم الى اتنين، يعني بتكون موجوده في شكلين، يا يعني اما موجوده في الفيلامنت السفنجاي اللي هو المولد اللي هي ايه بنسيليوم الاسبرجيلوس كده، اللي هي الاشكال اللي هي بتكون شبه كده شويه. الماكروسكوبيك فانجاي اللي احنا بنقدر يعني هي فانجاي بنقدر نشوفها بالعين المجرده، وبنسميها ايه بالفلاشي فانجاي او ليه، لان هي بتنتج فروتنج بودي زي المشروم كلنا عارفين. برضو بيقول لك ايه ان في شكل تاني من الفانجاي اسمه الديمورفيك فانجاي، تمام. المصطلح ده احنا بنطلقه على بعض الباثوجينيك فانجاي، تمام. ليه بقى؟ لان هي بتستطيع الديمورفيك فانجاي دي ان هي بتتحول من شكل لشكل اخر، يعني ممكن تتحول من مولد الى يست، وده ايه بمجرد ان يتغير بعض الكونديشن اللي بتكون محيطه بيها، زي ايه التمبريتشر، زي البليس المكان، ال CO2، ممكن ان النيوترينت اللي هي بتتغذى عليها وموجوده حواليها، تمام. فبيقول لك ان هي بتكون يعني انا بيقول لك مثال، هو بيقول لك سام باثوجينيك فانجاي بتكون فيلامنتس فانجاي في كالتشر، يعني في البيئه اللي هي العاديه، بتبدا تتحول الى اليست، شكل اليس يعني في الانفكتد تيشو، يعني لما تدخل مثلا ايه داخل كائن، تمام. فبيقول لك ان اليس بتتحول يعني او الفنجر بتتحول الى شكل اليس لما تكون درجه الحراره 37، وبتتحول الى شكل المولد لما يكون درجه الحراره من 20 الى 30، والاكثر بيفضل 25، وده بيكون مثال عليه. فبيقول لك هنا بيقول لك مثلا مثال اللي هو السبورو سريكس فنجاي دي بتكون دي مورفيك فانجاي. طب هو عمل تجربه عليها بيقول لك ان انت لو حطيتها في الانفايرمنت يعني البيئه العاديه، او حطيتها في روتين كالتشر ميديا، ولكن درجه الحراره بتكون مهمه من 25 الى 30، هتظهر على شكل ايه المولد فورم اللي هو الفيلامنتس فانجاي زي ما هي ايه ظاهره هنا في التست تيوب دي، تمام. اما بقى لو انت حطيتها في تيشو او عملت انفكشن لكائن دي مورفيك فانجاي دي، هيبدا ايه ان هو يظهر على شكل اليست فورم. ليه؟ لان درجه الحراره هتكون داخل الكائن ده من 35 الى 37، او تحطها في الانريتشد ميديا بي اتش اي، هيظهر ايه على شكل اليست فورم. هنتكلم عن الهايفا. الهايفا بيقول لك هي التيوبيولر يونتس اوف كونسنتريشن، يعني هي بتكون على شكل انابيب في الفنجان. بيقول لك ان الهايفا بتكون ايه، بتكون لونج، بتكون برانشنج، بيكون فيلامنتس برضه، تمام. ممكن نصنفها على كذا حاجه حسب المورفولوجي بتاعها، يا اما تكون سبتيت او تكون اسبتيت. سبتيت يعني ايه؟ ان الفنجاي دي بتكون مكونه من خليه واحده او اكتر من خليه، تمام. وبتكون الخلايا دي بتكون مفصوله عن بعضها البعض يعني عن طريق انترنال كروس وورد، اللي هي ايه اللي هي السبته، ده الجمع اللي هو مفردها يعني هيكون ايه السبته، هي ايه الفواصل اللي موجوده هنا دي، تمام. اما الاسبتيتد زي ما موجوده في الشكل ده، هي مش بتحتوي على السبته او اللي هو الكروس وول اللي هي بتفصل خليه عن خليه، فبتبان الهايفا متقسمه لكذا خلايا، لكن هنا هتحس ايه ان هي عباره عن انابيب كده، هتكون فيها السيتوبلازم والنيوكلس كده ايه موجوده مع بعضيها كده، فبنطلق برضو عليها اسم برضو بنقول ايه ان هي السيانوسيتيك هايفا. وممكن برضو نقسمها على ايه، على اساس ايه، هل هي مونو ولا دي كاريوتيك. كاريوتيك هنا معناها ان هي عندها كام نواه، يعني مثلا موجوده الخليه دي هل موجوده فيها نواه ولا اكتر من نواه. لو عندها نواه واحده هنسميها المونو كاريوتيك. طيب لو كانت دي كاريوتيك يبقى ايه، في الخليه الواحده هيكون موجوده فيها نواتين، وده بيكون مختلف عن مصطلح تاني اسمه ايه الهابلويد والديبلويد. الهابلويد يعني ايه؟ الهابلويد يعني ان النواه اللي موجوده دي بتكون ان، اما الديبلويد يبقى ايه 2 ان، يبقى دي مختلفه عن دي، تمام. طيب او ممكن نقسمها برضو، هل هي هيتيرو ولا هومو كاريوتيك. طب يعني ايه هيتيرو كاريوتيك؟ يعني ايه مثلا لو كان عندك خليه فيها 2 نيوكليس، تمام، هل ال2 نيوكليس دي موجوده او اتكونت من نفس الكائن ولا من كائن تاني مختلف عنه جينيا؟ فلو هي مختلف النواتين دول متكونين من كائنين مختلفين، بدي هنسميها هيتيرو كاريوتيك. طب لو متكونين من نفس الكائن يعني من نفس النوع، فاحنا هنسميها هومو كاريوتيك، تمام. في شكل تاني للهايفا، في شكل تاني للهايفا، وده اللي احنا بنسميه البسيطو هايفا. يعني ايه الهايفا الكاذبه؟ يعني انت تبص عليها تفتكرها انها هايفا ولكن هي مش هايفا. طب دي بتنتج من ايه؟ بتنتجها اليست. امتى؟ لما تعمل السيكشوال ريبرودكشن عن طريق ايه البادنج. فانت دلوقتي بيكون عندك الخلايا اليست اهي، فلما بتعمل السيكشوال ريبرودكشن المفروض ان هي بتعمل بد،
اللي هي ايه الدوتر سيل، تمام؟ يا اما الدوتر سيل دي تنفصل وتكمل حياتها عادي، او تتنيها متصله بالخليه الام، فايه تعمل مستعمر اللي هو كولوني كده، تنها تعمل كده. فلما تيجي تنمو هتقوم عامله ايه شكل الايه البسيطه هايفا، تبص عليها تحت الميكروسكوب هتلاقيها ان هي ايه شبه الهايفا، لكن لو دققت وكنت مركز شويه هتلاقي ايه هي البسيطه هايفا. طيب يعني ايه بقى مايسيليوم؟ مايسيليوم هي الهايفا، تمام؟ هو بيقول لك هنا هي از اميز اوف هايفا، هي كتله الهايفا اللي انت بتقدر تشوفها عن طريق ايه النيكد ايه، يعني بالعين المجرده تقدر تشوفها بالعين المجرده. طب الهايفا دي بيكون لها نوعين، يا اما تكون اريال يا اما اندر جراوند، تمام؟ اريال دي اللي هي هتكون فوق سطح التربه او فوق سطح الميديا، اما الاندر جراوند دي بتكون موجوده تحت السويل او تحت ايه الميديا، تمام؟ طيب المايسيليوم دي بيقول لك ان هي ممكن تكون فيجيتيتيف. يعني ايه فيجيتيف؟ يعني هي يعني هي اللي هتمتص النيوتريانتس والووتر كمان، فهي بتشتغل وكأنها ايه زي الروتس، يعني ايه بتثبت بتثبت الفنجاي. وده نفس برضو ايه الشغل اللي اكيد هتعمله الاندر جراوند المايسيليوم. مين بالاندر جراوند المايسيليوم ممكن نسميها الفيجيتيتيف مايسيليوم، خلاص؟ هنا بقى عندنا ايه مصطلح تاني اسمه الفيرتيال، الفيرتيال هايفا او الفيرتيال مايسيليوم، تمام؟ دي ايه يعني ايه؟ بيقول لك ان هي شغلها ان هي بتحمل الكونيديا او السبور، لان احنا عندنا نوعين من الاسكشوال، الاسكشوال سبور يا اما تكون كونيديا يا اما تكون سبور عشان يحصل الريبرودكشن. فنقدر نقول على الاريال هايفا ان هي بتكون فيرتيال هايفا او فيرتيال مايسيليوم، اريال مايسيليوم، او ممكن نسميها برضو ايه ريبرودكتيف مايسيليوم. بيكون مثال هنا منطقة الايه الاريال هايفا، طب هنا دي بتكون الفيجيتيتيف هايفا، تمام؟ وهنا مثال للتوضيح او مثال اكبر يعني عشان نشوفه، ده مثال للمشروم، الجزء اللي هو بيكون تحت ده هو ايه الاندر جراوند مايسيليوم، طيب الجزء اللي فوق ده بيكون ايه الاريال هايفا، تمام؟ ناخد ايه تاني جزء عندنا بيكون الهايفر جروس. ازاي بيحصل الهايفر جروس؟ مثلا عن طريق التبس، يعني ايه القمم بتاعه الهايفا، مثلا الهايفا كده بتكون مرسومه، القمم اللي بتكون موجوده فوق دي هي دي بس اللي بتنمو. طب الخلايا اللي موجوده تحت؟ لا مش بتنمو، ليه؟ لان الخلايا دي خلاص اتكونت، فبيصبح السيل وول بتاعها بيكون ايه ريجيد، يعني صلب، ما ينفعش الخلايا دي تتمدد. اما الخلايا اللي بتكون موجوده في التبس بتاعت الهايفا دي بتكون ايه لسه الاستيك، يعني مرنه، ويقدر يحصل لها ايه استريتش، لذلك هي بتنمو من التبس بتاعت الهايفا. طيب ايه هي اللايف سايكل الفنجاي؟ يا اما تكون سيكشوال ريبرودكشن يا اما تكون السيكشوال ايه ريبرودكشن. طيب زي ما احنا قلنا قبل كده ان السبور يا اما تكون اسيكشوال سبور او سيكشوال سبور، تمام؟ اول حاجه هنبدا بيها هي الاسيكشوال سبور، ازاي اتكونت؟ اول حاجه ان الاسيكشوال سبور بتكون ان، يعني ايه هابلويد، تمام؟ بيحصل ليه؟ اول حاجه ليها ايه ان هي بتدخل مرحله الجيرمينيشن. ايه هو الجيرمينيشن؟ ان هي تبدا تكون الجيرم ايه تيوب، يعني بتكون السبور كده ويبدا يطلع منها ايه تيوب، اللي هي بعد كده هتبدا تخش في مرحله الفيجيتيف جروس عشان تكون المايسيليوم. اول حاجه بتتكون هي الاندر جراوند مايسيليوم، بعد كده بتتكون الاريال مايسيليوم، تبدا الاريال مايسيليوم بقى تكون السبور. ازاي بقى؟ عن طريق ايه الانقسام الميتوزي عشان ايه يكون السبور وتكون ان. اما بقى السيكشوال ريبرودكشن اللي هتكون سيكشوال سبور، بتبدا ازاي؟ اول حاجه بيكون عندنا السبور بتكون ان، تبدا تخش مرحله الجيرمينيشن. ازاي؟ ان هي بتكون السبور يبدا يتكون منها التيوب، يبدا يتكون عندها تيوب هنا، تمام؟ بعدين ايه تخش مرحله الفيجيتيف جروس فتكون عندنا المايسيليوم. طيب بيكون السيكشوال ريبرودكشن مختلف عن الاسيكشوال ريبرودكشن، ازاي؟ ان هو بيتطلب اتنين هايفا، او مثلا فانجاي وفانجاي، فمثلا بيكون عندنا هنا هايفا وبيكون هنا برضو هايفا. بيحصل ايه بقى؟ اول حاجه ان هنا بيكون في خليه وهنا خليه، بيبدا ايه يحصل اول حاجه البلازموجامي. يعني ايه بلازموجامي؟ هو فيوجن اوف سيتوبلازم، يعني يبدا اول حاجه ان الخليتين دول واحده تتصرف فيهم كموجب والتانيه ايه سالب. الموجب دي هي الميل والسالب هي الفيميل، يبدا يتحرك المحتوى اللي هو السيتوبلازم يتحرك ناحيه الخليه التانيه ويبدا ايه يندمج مع بعض، وهنا بيكون في نواه وهنا نواه. طيب فكده ايه اتكون ايه بقى كده اتكون في النص هنا بقى هيكون ايه متكون ايه في هنا نواه وهنا نواه، تمام؟ يعني ايه ان النواه اتنقلت من هنا راحت هنا، والنواه دي راحت برده ايه في النص، فتكون عندنا ايه نواتين في النص. هيحصل ايه تاني بقى؟ هيحصل الكاريوجامي. ايه الكاريوجامي؟ هي الفيجن اوف نيكولاي، يبقى ايه هيحصل اندماج للنواتين. طب احنا عندنا النواتين كانوا ايه دي هابلويد يعني ان نون
والتانية برضو هتكون نون، هابلويد وهابلويد. طب لما يحصل لهم اندماج اللي هو الكاريوجامي هتتحول الى ديبلويد اللي هي ايه 2N. طب عشان تكون عشان تتكون السبور وعشان تكون السبور دي ان، فيحصل ايه مايوز. واحنا قلنا في السيكشوال سبور هي بتتكون من الانقسام الميوزي، وهو ايه جت الخطوه دي ان هي بتكون هنا 2N ديبلويد، فيبدا ان هي يحصل لها انقسام مايوزس، فيكون عندنا 4 سبور، دي ان ودي ان ودي ان ودي ان، وترجع تاني ايه دورة الحياة مرة تاني اللي هي اللايف ايه سايكل، بيبدأ تاني يحصل السكشوال ريبرودكشن. وهنا برضو بيحصل ايه زي برضو هنا، تبدأ السبور تبدأ تاني الايه السكشوال ريبرودكشن. هنتكلم عن الاستراكشر بتاع ايه الفانجل سيل، زي ما احنا اتكلمنا عليها قبل كده ان الفانجل سيل هي عبارة عن يوكاريوتيك سيل. طب ليه احنا قلنا عليها يوكاريوتيك سيل وما قلناش عليها بروكاريوتيك سيل؟ ليه؟ لان الجيناتيك ماتيريال اللي موجودة هنا بتكون موجودة جوه النيوكليس. او ليه برضو؟ علشان هي محاطة بنيوكلر انفلوب او ممبرين، وبيكون موجود برضو فيها عضيات ما بتكونش موجودة في البروكاريوتيك، زي ايه زي الجيولوجي ابريتد، وزي مثلا وزي الميتوكوندريا. تمام، وبيكون موجودة بقى ايه فيها السيتوبلازم والرايبوسوم، موجودة فيها السيل ممبرين، وموجودة فيها ايه السيل وول. تمام، واول تركيب هنتكلم عليه هو الفانجل سيل وول. بيقول لك ايه ان السيل وول بتاع الفانجل سيل بيكون معظم التركيب اللي بيكون موجود فيه هو كربوهيدرات لايرز، يعني في طبقات كتيره من الكربوهيدرات بتكون ايه في شكل لونج تشين. تمام، بالاضافه الى كده بيكون موجود فيه تشين من الجلايكو بروتينز او الجلايكو ايه ليبيدز. تمام، طب ايه هي البولي ساكارايد اللي بتكون موجوده في الفانجل سيل وول؟ عندك مثلا بيكون في الكايتين، دي بتكون طبقة، وفي بعديها بيكون موجود طبقة الجلايكن، وبيكون بعديها ايه طبقة المناع. طب بيقول لك ان الكايتين ده بيكون هو بيكون ايه ان برانش. ليه؟ لان بيكون في بولي سكرات تانية بتكون ايه برانش، يعني مثلا بتكون كده بالشكل ده. هي بقى ما بتكونش برانش بالشكل ده، فهي بتكون ايه ان برانش. تمام، ما بيكونش فيها فروع. طيب وهي بيكون المونيمر بتاعها ايه هو بيتا 1-4N أسيتيل جلايكوسامين. تمام، تاني مركب عندنا هو الجلايكن، واللي بيكون المونيمر بتاعه بيكون الجلوكوز. طيب الخلية من جوه يعني الفانجل سيل بتقدر ان هي تكون ايه جلوكوز يونتس بتكون موجودة جوه. طيب ازاي بقى هيتكون البيتا 1-3 جلايكن؟ يبدأ مثلا ان هو بيكون في بامب اسمها بيتا 1-3 جلايكن سينسز، بتعمل ايه؟ بتبدأ ان هي تجمع اليونتس بتاعت الجلوكوز وترتبها بشكل معين علشان ايه تكون البيتا 1-3 جلايكن، وبيكون بقى ايه موجود في البيتا 1-6 جلايكن، ويبدأ ان هما يترتبوا بالتبادل ويكونوا ايه طبقة الجلايكن. تمام، وبيقول لك ان الجلايكن ده بيكون هو المكون او الطبقة اللي بتقدر في بعض الانتي فانجل الانتي فانجل دراجز ان هي بتشتغل عليه، وهنشرح ازاي هي بتشتغل عليه. تمام، تالت حاجة بقى عندنا هي ايه المنان، وبيكون المونيمر بتاعه هو المنوز، وبيتواجد ايه في شكل الالفا 1-6 منوز، وبيكون مرتبط ببروتين، وبنسمي الطبقة دي بالايه بالمنان وبروتين. طب بيقول لك ان في اذر بولي ساكرايد، ودي بس بتكون موجودة في ايه في سبيسيفيك فانجل سبيشيز، يعني بيكون عندها ايه مركب السيلولوز. تاني مركب عندنا هو ايه هو الفانجل سيل ميمبرين. طب هو زي اي سيل ميمبرين بتاع خلية بيتكون من ايه من دي فوسفوليبيد. تمام، طيب بس ايه بقى اللي بيكون مختلف عن البكتيريا؟ ان هو بيكون عنده هنا في السيل ميمبرين ما بيكون عنده الارجوستيرول، على عكس البكتيريا بيكون عندها الكوليستيرول، وده ايه اللي هيخلي بعض الانتي فانجل ان هي تشتغل على الحته دي. زي ايه الانتي فانجل اللي هتشتغل على الارجستيرول؟ اللي هي هتبدا ان هي تمسك في الارجستيرول ده وتبدا تبعد السيل ميمبرين عن بعضه، فتكون بورز فيه، فبتسرب بعض الكاتيونات او الكاتيونز منها، فايه فتضطر ان الخليه دي تموت. زي ايه زي الانفو تيرايسين، وزي ايه الازول جروب، وزي برضو ما موضح عندنا الصوره دي اللي موجودة هنا دي. أول حاجة هنا عندنا بتكون إيه السيل ميمبرين. تمام، بيكون عادي اللي هو إيه دي فوسفوليبيد عادي ماشي، بس الاختلاف هنا بيكون في إيه الإرجستيرول.
زي ما موجود هنا في الصورة دي، بيكون ايه اول حاجة هنا في التركيب بتاع الفانجر سيل، بيكون هنا في ايه السيل ميمبرين عادي، بيكون زي اي خلية تانية، بيكون مكون من طبقة الدي فوسفوليبيد. بس الاختلاف هنا اللي بيخليها مختلفة عن البكتيريا زي ما احنا قلنا، ان هو ما بيكونش فيه ايه الدهون اللي بتكون موجودة دي، ما بتكونش كوليسترول زي بتاعت البكتيريا، لا هنا اسمها ايه الارجوستيرول، تمام. وهنا برضو بيكون موجودة البامب اللي هي ايه بتصنع البيتا زي اللي احنا قلناها فوق، اللي هي بيتا 1 3 جلايكين سنسيف، تمام. ودي البامب اللي بتصنع برضو ايه الكرياتين، تمام. وتبدأ ايه فوقيها على طول السيل ميمبرين، بيكون ايه السيل وول. اول حاجة عندنا بتكون الكرياتين الجلايكين لاير اللي احنا قلنا ان هي بتتكون من حاجتين، الواحد البيتا 1 3 جلايكين والبيتا 1 و6 جلايكين، تمام. واخر طبقة خالص هي بتكون المنان اللي هو بيكون مرتبط بالبروتين، فبنسمي الطبقة دي ايه بالمنانو بروتين. هنا زي ما موضحة الصورة ان هو بيكون فيه بامب هنا ايه اسمها ايه بيتا 1 3 جلايكين سينسز، اللي هي بتكون دي تبدأ ايه ان هي بتاخد اليونتس بتاعة الجلوكوز اهي، وتبدأ ان هي تجمعها او ترتبها بشكل معين عشان تكون الايه ال1 3 جلايكين، وتبدأ ان هي ايه تحطها جنب ال1 6 جلايكين بالتبادل علشان تكون ايه طبقة الجلايكين. وهنا بقى بعض الانتي فانجل بتبدأ ان هي بتشتغل على الحتة دي، بتشتغل على ايه ازاي ان هي توقف ايه البامب بتاعت ال1 3 جلايكين سينسز اللي هي دي، فتقدر تعمل ايه بعض الانتي فانجل ان هي بتعمل انهيبيشن لايه للبامب دي. فازاي بتعمل انهيبيشن دي؟ هي بتقوم ايه زي اللي هي بتعمل ايه بتسد البامب دي. فايه اللي بيحصل عادي بقى، اليونتس بتاعت الجلوكوز بتكون موجودة تحت ولكن مش هتعرف تترتب، ليه؟ لان خلاص البومب دي تسدد، البومب دي هي اللي بتاخد اليونتس بتاعت الجلوكوز تبدأ ترتبها بشكل معين علشان تكون ايه البيتا 1 3 جلايكن بالتبادل مع ال1 6 جلايكن، فبالتالي ايه طبقة الجلايكان اللي هي موجودة هنا دي هتبدأ تنهار، فهتبدأ تكون موجود فيه فتحات في السيل وول، وبعد كده ايه تموت الفانجل سيل. طب النوع التاني من الانتي فانجل اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو بيشتغل ايه على الارجوستيرول، طب هو ايه الانفوتيريسين بي او الازول جروب. بتبدأ تعمل ايه الانتي بايوتيك دي ان هي بتمسك فيه الارجوستيرول الموجود فيه السيل ميمبرين اللي هو ايه الحاجات اللي هي الصفرة دي، تمام. يمسك الانفوتيريسين بي اللي هو الانتي بايوتيك ده في الارجوستيرول، يبدأ ان هو يبعد زي ما موجود هنا في الشكل ده، يبعد ايه السيل ميمبرين عن بعضه كده شويه فيكون بورز. البورز ده بتعمل ايه؟ تبدا ان هي بتعمل تسريب للانتراسيلولار كاتيونز، تمام. الكاتيونات دي تبدا تتسرب، فبالتالي يبدا يكون في نقص داخل الخليه في الكاتيونات دي، فبالتالي ايه تموت الخليه. الهستوريا، الهستوريا ده بيكون سبيشال هايفال ستراكتشر او بيكون ايه اوت جروس. اوت جروس يعني ايه؟ بيكون عباره عن زوائد بتكون خارجه من السوماتيك هايفا، يعني ايه من جسم الهايفا. طب ده التركيب ده بيكون موجود ليه؟ مثلا زي البارازيتك فانجايف علشان تتطفل على الهوست وتبدا ان هي تاخد منها النيوتريانت او الووتر، فتبدا تاخده ازاي ان هي تكون ايه الهستوريا ده، تمام. هو بيقول لك هنا ان هي تبدا ان هي بتكون الهستوريا ده علشان يروح لخلايا الهوست ويبدا ان هو ابزورب للنيوتريانت والووتر. وكمان من خصائص الهستوريا ده ان هو بيكون اكستريملي ثين، تمام. ليه بقى؟ علشان يستطيع ان هو يمتص اللي هو الغذاء ويمتص الميه، تمام. يبدا ان هو يخترق السيل وول بتاع الخلايا اللي هو خلايا الهوست، لكن مش بيخترق السيل ميمبرين زي ما متوضح هنا، هو مخترق السيل وول لكن السيل ميمبرين زي ما هو هنا ايه موجود. وبيقول لك ان هو بياخد كذا شكل، ممكن يكون ايه، ممكن يكون كنوب اللي هو يكون شكله معقد، او ممكن يكون بالون يعني مثلا زي الشكل ده يكون على شكل بالون، او ممكن يكون elongated، او ممكن يكون ايه branched زي ايه الروت سيستم زي الشكل ده. وده برضو شكل عندنا برضو يوضح فيه ان الهستوريا ده بيبدأ ان هو بيخرج من الفانجل هايفا اهو، بيبدأ يخش هنا بيخترق السيل وول بتاع الخلية، لكن السيل ميمبرين بيتنيه محاط بالهستوري ده، ان ايه الهستوريا دي ان هي تمتص النيوترينت والووتر اللي بيحتاجها ايه الفنجاي. هنتكلم عن الريبرودكشن، علشان الفنجاي تبدأ تعمل الريبرودكشن فهي بتستخدم السبورس. طب يعني ايه السبورس؟ هي ار ريبرودكتيف سيل،
هي الخلايا اللي هتخليها تعمل ايه الريبرودكشن. تمام، بيكون في نوعين من السبور، هي ايه السكشوال سبور والاسكشوال سبور. السكشوال سبور دي بتكون بتعتمد بشكل رئيسي على الانقسام الميوزي، اما الاسكشوال سبور فهي بتعتمد ايه على انقسام الميتوزي. طيب بيقول لك ايه ان السبور دي يا اما تتكون دايركتلي اون هايفا، يعني مثلا زي الشكل ده زي الماكرو كونيديا وزي زي المايكرو كونيديا وزي الماكرو كونيديا، او انسايد سبورانجيا زي مثلا الشكل ده، مثلا زي الشكل ده. تمام، او بتتكون ايه داخل فروتنج بودي زي مثلا المشروم. طيب هنتكلم اول حاجه عن ايه، عن الاسيكشوال سبور اللي هي بتنقسم الى ايه، بتنقسم الى نوعين رئيسيين هما ايه الكونيديا والسبورانجيا سبور. اول حاجه الكونيديا هنتكلم ايه عليها، بيقول لك ايه ان الكونيديا هي اسيكشوال فانجل سبور. تمام، بتتكون ايه اكسترنالي، يعني مش بتكون محاطه بسبورانجيا زي مثلا الشكل ده. تمام، مثلا زي ايه، زي المايكرو كونيديا والماكرو كونيديا، مثلا زي الفايلو كونيديا برضو مثلا زي الشكل ده، مش بيكون محاط بايه غلاف من بره. تمام، طيب بيقول لك ايه ان هي بتتكون بكذا طريقه مختلفه او بكذا شكل مختلف. تمام، بس هي بتتكون ايه على هايفا اسمها ايه، الهايفا اللي بتكون متكونه على السبور اسمها ايه الكونيديو فور. تمام، بيقول لك بقى ان الكونيديا دي يا اما تكون ماكرو كونيديا، يعني بتكون كبيره وبتكون مالتي سيلر يعني مكونه من كذا خليه، او مايكرو كونيديا يعني ايه يوني سيلر بتكون مكونه من خلايا واحده، مثلا زي ايه الشكل ده، ده بتكون المايكرو كونيديا اللي بتكون يوني سيلر مكونه من خلايا واحده زي ما احنا شايفين، او ماكرو كونيديا زي الشكل ده بتكون ايه من مالتي سيلر يعني ايه اكتر من خليه ايه. طيب بيندرج تحتها ايه كذا نوع، مثلا اول واحد او اول نوع هو الفايلو كونيديا. طب احنا لسه منها كده، بيقول لك عشان السبور دي لما جت تتكون هي اتكونت فوق ايه تركيب اسمه ايه الفايلايت اهو، يعني مثلا انت عندك دلوقتي دي او ده هو الفانجاي، بيكون الهايفا دي اسمها ايه، اسمها الكونيديو فور زي ما احنا قلنا فوق، الكونيديا هتتكون على الهايفا اللي اسمها ايه الكونيديو فور. تمام، طيب السبور بقى ما اتكونتش على الكونيديو فورا، الكونيديو فورا ايه بشكل مباشر، لا هي اتكونت فوق تركيب اسمه ايه الفايلايت، عشان كده لما جينا نسميها سميناها الفايلايت كونيديا. تاني نوع هو ايه الارسو كونيديا، ده بيكون اسيكشوال سبور. طيب هيتكون ازاي، بيقول لك هيتكون بواسطه ايه حدوث فراجمنتيشن للمايسيليوم او الهايفا، يعني مثلا زي الشكل ده، انت عندك دلوقتي دي الترو هايفا، دي ايه الهايفا. طيب السبور لما تيجي تتكون هتتكون في الهايفا دي، او النوع او الفانجاي اللي هيتكون في السبور دي هيتكون داخل الخلايا. طب لما يحصل ماتيوريشن للسبور، خلاص السبور نضجت، هيبدا يحصل ايه، هيبدا يحصل للخلايا ان هي يحصل لها ايه فراجمنتيشن، بتتفتت وتبدا ايه تقع على الارض وتكمل ايه اللايف سايكل بتاعتها. تالت نوع عندنا هو البلاستو كونيديا. تمام، هو بيكون ايه اسيكشوال سبور. طب هو بيتكون بيقول لك عن طريق البادنج بروسيس، ايه الحاجه اللي احنا خدناها بتعمل بادنج اسيكشوال ريبرودكشن عن طريق البادنج، هي ايه اليست. اليست دي بتكون الخليه الام، لما تيجي تعمل اسيكشوال ريبرودكشن عشان تكون الدوتر سيل فبتكونها كده مثلا ايه فوقيه، دي بتكون الدوتر سيل، يا اما تنفصل عنها تعمل يحصل لها سيبريشن كده، فكده خلاص كده كونت ايه انذر بلاستوسبور، يعني كده خلاص هي كونت بلاستوسبور، او ايه تتنيها ملتصقه بالخليه الام وتبدا تعمل مستعمره اللي هي ايه الكولن، فتكون شكل ايه اللي احنا قلناه في اول الفيديو اللي هو ايه بسيدو هايفا، يعني الشكل ده. بيقول لك هنا ده الترو هايفا، لكن لما كونيديا او البلاستوسبور تعمل مستعمره اثناء البادنج بروسيس بتاع اليست فتكون شكل ايه البسيدو هايفا اللي هو الشكل ده، ده بيكون مختلف زي ما انتم شايفين اهو، هنا بيكون مختلف عن ايه الهايفا، فده اسمه البسيدو هايفا يعني الهايفا الكاذبه. رابع نوع عندنا هو الكلاميدو سبور. الكلاميدو سبور ده بيقول لك ايه ان هو سيك وورد اسيكشوال سبور. طب هو بيتكون عن طريق ايه، عن طريق الديفرنتيشن يعني التمييز للمايسيليم، يبدا الخلايا بتاعت المايسيليم ان هي تتميز الى ايه، ان هي تكون ايه ايه الكلاميدو سبور. تاني نوع بقى رئيسي عندنا هو ايه السبرانجيو سبور، ده بيكون ايه اسيكشوال سبور. تمام، ليه هو مختلف عن الكونيديا، قلنا عشان ايه بيكون محاط ب ايه سبرانجيوم يعني الغلاف اللي هو بيكون ايه بره ده الغلاف ده. تمام، يبدا يتكون ايه جواه السبور، وايه والهايفا بتاعته بتكون اسمها ايه سبرانجيو فور. وبيكون في نوعين من السبور، يا اما يكون نون ماتل سبور يا اما تكون ماتل سبور. طب اللي بتكون ماتل سبور دي بتكون ايه اسمها زو سبور. طب ليه بتكون ماتل سبور، ماتل سبور علشان بيكون عندها ستراكشر كده شبه الفلاجيل، تمام تقدر تتحرك بيه. تمام، طب اللي بتكون نون ماتل بقى اللي هي غير متحركه بيكون اسمها ايه ابلانو سبور.
يكون كده اسمها ابلانو سبور. طب زي ايه الابلانو سبور دي؟ زي الكونيديا. الكونيديا زي ما احنا شفنا الانواع اللي فوق ما بتكونش ايه، ما بتكونش متحركه، يبقى ايه هنحطها تحت اسم ايه؟ الابلانو سبور. اما السبورانجيو سبور بيكون تحتيها نوع اسمه ايه، او ضمنها بيكون في نوع اسمه الزوسبور. ليه؟ علشان هي بتكون ماتل سبور. تاني حاجه بقى هنتكلم على ايه، السيكشوال ريبرودكشن. طب السيكشوال ريبرودكشن قلنا ان هو بيختلف عن الاسيكشوال ريبرودكشن. السيكشوال ريبرودكشن بيكون معتمد على ايه، الانقسام ايه، الميوزي، على عكس الاسيكشوال ريبرودكشن بيكون معتمد على الانقسام الميتوزي. طب هنتكلم ايه عن السيكشوال سبور. تمام، بيقول لك ان هي بتعتمد بشكل مباشر على الفيوجن اوف نيوكلاي، يعتمد ايه ان هي بتندمج مع بعض. تمام، اول حاجه عندنا ايه، اول حاجه هو الاسكو سبور. بيقول لك هي سبور بتتكون داخل ساك، ساك يعني غلاف. الغلاف ده هنسميه ايه، بالاسكس. تمام، الغلاف ده هيكون جواه السبور، وهيكون عددها ايه في الاسكو مايسيس اللي هو الديفيجن اللي هو الاسكو مايسيس، هيكون عددهم 8. نعرف ازاي اتكون. طيب الباسيديو سبور بيكون برضو سيكشوال سبور. تمام، هو بتنتج ايه او بتتكون على استراكشر بيكون ايه، شبه الكلاب. تمام، هنسمي ايه الاستراكشر ده، هنسميه البازيليوم. طب ايه هو الديفيجن بقى اللي بيكونه، هو الباسيدو مايسيتس. تمام، تالت حاجه هي الزيجو سبور. بيقول لك هي عباره عن ايه، عن سيك وولد سبور، برضو بيكون سيكشوال برضو سبور. تمام، بتكون بيقول لك اثناء السيكشوال ريبرودكشن، اللي هما بيعملوهم مين، الديفيجن اللي هو اسمه الفايكومايسيتس والزايجومايسيتس. تمام، هنعرف ازاي اتكون الشكل ده تحت. هناخد اول حاجه هنا مثال ايه على الديفيجن بتاع الاسكومايسيتس اللي هو ايه، بيتكون الاسكوسبور. اول حاجه الكائن نفسه بيكون دي كاريوتيك، يعني ايه، بيكون عنده نواتين ان زائد ان، لسه ما حصلش ليهم ايه، اندماج. تمام، اول حاجه بقى بيحصل ايه، بيحصل بلازموجامي، يبقى ايه، يبدا المحتوى اللي هو السيتوبلازم ان هم يندمج مع بعض. بعدين يحصل ايه، الكاريوجامي، يعني ايه، الانويه، النواتين اللي هم مختلفين دول اللي هم الهيتيرو كاريوتيك، يبدا ان هم يندمجوا مع بعض فيكونوا ايه، 2 ان، بدل ما كانت ان زائد ان هتكون 2 ان. بعدين هيحصل ايه، انقسام ميوزي. الانقسام الميوزي بيبدا ان هو يختزل ال 2 ان ل ان، ويكون ايه، 4 خلايا زي ما هي موجوده هنا. طب ازاي هنا اتكونوا 8 خلايا؟ ما بعد ما حصل الانقسام الميوزي وكون الاربعه سبور، هيحصل ايه، انقسام ميتوزي، عشان كل نواه تبدا تنقسم ايه، الى 2، دي برضو الى 2، دي واللي تحتيها واللي تحتيها برضو، فتكون ايه، 8 سبور. تمام، يبقى كده تكون ايه، 8 اسكوسبور، وبيكون محاطه بها ايه، الاسكس. تمام، تاني مثال هيكون عن ايه، عن الباسيديومايسيتس، الديفيجن بتاع الباسيديومايسيتس اللي بتكون ايه، الباسيديو سبور. اول حاجه برضو الكائن نفسه بيكون ايه، دي كاريوتيك، وبيكون هيتيرو كاريوتيك، يعني ايه، يعني الخلايا بتكون مختلفة عن بعض، هنا بتكون لونها أبيض وهنا مثلا إيه، لونها أحمر، يعني بيدل إن هما مختلفين. تمام، يحصل إيه، يحصل أول حاجة المفروض بلازموجام، وبعدين يحصل كاريوجام، يبدأ إيه، النواتين تندمج مع بعض، وبعدين يحصل الانقسام الميوزي، فتكون 4 خلايا بس، خلاص كده اتكونت إيه، الأربعة باسيديو إيه، سبور. تمام، تالت مثال عندنا وهو ايه، الزيجو سبور، وده بيكون موجود فين، في الزيجومايسيتس او الفايكومايسيتس. طيب هناخد مثال عليه. طب عندنا قدامنا كده ايه، 2 من كائن الريزوبس. تمام، اللي هو ايه، الشكل ده. تمام، هيبدا ايه عشان يحصل السيكشوال ريبرودكشن، هيبدا ان يخرج هايفا من الكائن الاولاني وهايفا من الكائن الثاني، والهايفا الاولى دي هتتصرف وكانها موجب والتانية سالب، يعني ايه، ميل وفيميل، يبدأ يتكون كنل ما بينهم، عشان اول حاجه تحصل ما بينهم ايه، اللي هي بلازموجامي، بعدين يحصل الكايروجامي، الانويه تبدا تندمج، عشان ايه، بدل ما هتبقى نون زائد نون، لان هتبقى فيه نواه هنا ونواه هنا، هيحصل بقى الكايروجامي علشان يكونوا ايه، 2 ان، فهيتكون هنا ايه، الزيجوت، وبعدين هيتكون هنا ايه، الماتيور زيجو سبرونجيوم. تمام، عشان يخرج منه تركيب شبه كده الهايفا، وبيحمل ايه، حاجه زي ايه، السبرونجيوم اللي هو ايه، الغلاف اللي هيكون جواه ايه، السبور. السبور دي هتطلع بعد كده، وكده اتكونت ايه، السيكشوال سبور، وبعدين هيحصل عمليه الجيرمينيشن، وبعدين فيجيتيف جروس، وهيتكون تاني كائن الريزوم، بس عشان يعيد تاني اللايف سايكل بتاعته، يا اما يخش في السيكشوال ريبرودكشن او يكون الاسيكشوال ايه، سبور. يبقى الكائن ممكن يعمل سيكشوال ريبرودكشن او اسيكشوال ريبرودكشن. طب هي ايه الامبورتنس بتاعت الفنجاي؟ هي كتير جدا، بس ايه، احنا هناخد حاجات منه. مثلا عندنا ايه، المشروم ده بيعتبر ايه، فيجيتيريان
بروتين. يعني ايه بروتين نباتي؟ يعني بدل مثلا ما بنعتمد على اللحمه كمصدر بروتين رئيسي، احنا ممكن برضو ايه نعتمد على المشروب. تاني حاجه هي الساكوروميسيس. ايه هي الساكوروميسيس؟ هي عباره عن يست بتكون انايروبيك، يعني مش بتحب تعيش في بيئه موجود فيها الاكسجين، عشان كده ازاي بقى هتكسر السكر؟ طب هتعمل ايه؟ هتعمل فيرمنتيشن، يعني تخمير للشوجر او السكر، فتبدا تحوله الى ايه؟ الى كحول وثاني اكسيد الكربون، عشان نستخدمها في ايه؟ في الخبز، عشان تبدا ان هي ترفع ايه المعادنات. ثالث حاجه هي ايه؟ ان الفنجاي دي بنستخدمها في ايه؟ في انتاج الفيتامين، زي ايه؟ زي السي والدي والاي وفيتامين بي. تمام، بيقول لك ان الفنجاي برضو ممكن نستخدمها كمحسنات طعم، وان احنا نعمل عمليات معالجه برضو على ايه الطعام عشان نحسن ايه المذاق بتاعها. رابع حاجه ان الفنجاي بتلعب اسينشال رول في ايه، ان هي بتقدر ترجع النيتروجين والكربون للبيئه مره تانية. ليه؟ لانها بتعمل كمحللات او سابروفايتس، فبتعمل ايه بريكنج داون للديد اورجانيك ماتيريال. برضو احنا بنعتبرها ان هي بتكون مصدر مهم لايه للدراجز. ليه؟ لان هي بتقدر ان هي تصنع الانتيبيوتيك، زي ايه البنسلين اللي احنا بنستخدمه ضد البكتيريا، اللي بيعمل ايه بيوقف البيبتيدوج لايكن سينسيس بتاعت ايه جدار الخليه او السيل ايه السيل وول. برضو في حاجه تانية زي السايكلو سبورين، اللي هو بيكون ده مثبط للمناعه، بنديه مثلا للمريض علشان ايه يقلل فرص اعتراض الجسم لما نيجي مثلا ايه نزرع له اعضاء، فايه بيبدا الجسم ان هو بيهاجم الانسجه بتاعت الاعضاء دي، فنبدا نديله ايه السايكلو سبورين. تمام، بيقول لك ان البنسيليوم بقى نفسه اللي هو الفنجاي نفسه ممكن نستخدمه في ايه، في تخمير الجبنه او نخليها تنضج شويه. تمام، وبيضيف ليها برضو ايه الطعم. برضو العلماء ممكن تستخدمه. ليه؟ لان هو بيكون بسيط، ممكن ان هو عشان برضو ان هو بينمو بسرعه لو وفرت له الظروف المناسبه ليه. برضو في علماء بيشتغلوا عليه كعلاج للكانسر برضو. طيب احنا قلنا كده الامبورتنس، هي بقى الهارمفول بتاعت الفنجاي، يعني ايه هي الاضرار؟ هناخد برضو ايه كام حاجه كده. بيقول لك ايه ان بعض الفنجاي دي بتستطيع ان هي بتسبب امراض للبلانت والانيمال واليومن، وان برضو بعضهم برضو بايه وكده. خلصنا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.